نظمت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشاعي يوم الخميس بمراكش لقاء مع مهني القطاع النووي والإشاعي بجهة مراكش أسفي، وذلك في إطار برنامجها الإعلامي والتواصلي. وبهذه المناسبة قدمت الوكالة مخطط أعمالها 2017-2021 بالإضافة إلى توجهات مخطط العمل 2018 الذي تمت المصادقة عليه في أكتوبر الماضي من طرف المجلس الإداري للوكالة. هذه المؤسسة العمومية وضعت مخططاً استراتيجياً 2017-2021 لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشاعي، وذلك في إطار مقاربة تشاورية ينخرط فيها جميع الفاعلين وكل الجهات المعنية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم نتائج عمل لجنة تطوير الإطار التنظيمي المكونة من مختلف الوزارات والقطاعات والجمعية المهنية المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشاعي.